أشياء وايد نشوفها في كل عيد والتكرر في كل بيت، مثل الخوات اللي يتلاقن صباح العيد ويسلمن على بعض بحرارة وشوب. ما كانن قبل 3 ساعات كانن سهرانات ويا بعض، ولا الحبيب اللي راقد صباح العيد وقايم قبل صلاة الظهر. تو الناس يا الحبيب. وعندك سالفة الغريب اللي يبون ليلة العيد ويتجمعون عليه. شفيكم عمركم ما شفتوا تيس؟ وما في أسوأ من ورطة الأبو اللي تخلص عن العيدية من أول النهار. شو يفكك منهم الحين واليد المسكينة تتحرطم عقب ما بقع مكياج البنات على شيلتها. وطبعاً اجتماع توزيع الأرباح يصير كل ربع ساعة في الآخر، كلها بتنصرف على الحلاوة والألعاب. وما يكسر خاطري إلا الأم اللي تسوي 1000 شغلة في الدقيقة، تتضارب ويا الخياط اللي ما خلص ثوبها، ولا تجابل الخدامة على تخرب الغداء، تراضي حمد الصغير اللي كسره ولعبته، ولا تحل مشكلة بنتها اللي احترقت عباتها. الله يعينك. والظهر وبالتحديد بعد الغداء الكل يدخل في غيبوبة وما حد يكون واعي إلا حمد الصغير اللي ماخذ راحته في البيت على الآخر. في النهاية في هناك أشياء وايد تجمعنا وسط فرحة العيد ونتشارك فيها من دون ما ندري. عسى أيامكم دوم فرح وسرور، وعيدكم مبارك.